عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. اول حاجه كنعتذر لكم على التعطيلات اللي كندير. كيف ما كتعرفوا انا كنتواجه في مدينه مراكش الحمراء، وكيف ما كتعرفوا مراكش الحمراء في الصيف كتولي مراكش الكحله بيان سور الصهد ديال بصح. فلهذا انا كنخدم بالماك برو، وكيف ما كتعرفوا كاع لي بي سي او لا ماك اللي كيكونوا بورتابل كيوقع عليهم مشكل في الصهد. اشنو كيوقع؟ كيسخن وكيأثر على السي بي يو. بيان سور كاين كليماتيزور، ولكن الكليماتيزور كيعطي واحد الصوت وكيشقبوا ليا الميكروفون وكيتسجل وكيعطي واحد الضجيج، فلهذا ما يمكنش لينا نسجلوا لو صون بالكليماتيزور، فلهذا وليت كتعطل. ما عليناش، اليوم ان شاء الله غادي تعرفوا على لاكور 11 اي لاكور 13. يلاه معانا التيت سويت. دونك كيف ما العادة الكور ديال اليوم غادي نعطيه حتى هو في لاغام ديال الدو. في الحلقة السابقة عطيتكم لي زاكور ديال الدو، الدو مينور، الدو ماجور 7، الدو سيتيام، الدو ديمينوي، الدو نافيام. وهاد الحلقة غادي نعطيكم اشنا هو الأونزيام واشنا هو التريزيام. دونك كيما قلنا لاكور دو دو ا 300، ماشي 300 ديغام، زعما ثلاثة ديال الأصوات، كتسمى أن أكور دو 300 يعني ثلاثة الأصوات. كيف ما غتلاحظوا معايا دو لا تيرس ماجور اي لا كانت. الوغ اذا كانوا بثلاثة ولا عندنا أن أكور دو 300 هي دو. اوكي الوغ قلنا دو سيتيام كنزيدو عليها سي بيمول اللي كتحسب في لاغام ديال الدو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. اوكي الدو ماجور 7 كنزيدو عليها سي. اوكي الوغ دو نافيام قلنا كنزيدو عليها ري، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعود. ما يمكنش نلعبوها بحال هكدا، دونك اشنو كنديرو؟ كنلعبوها هكدا. اوكي ديمينوي قلنا كنديرو الطو، ديمينوي لا تيرس اي لا كانت كنهبطوهم بان دومي طون كيولي ديمينوي، ولكن باش نكملوه كنزيدو عليه لا. اوكي اشنا هو الانزيام؟ الانزيام حتى هو كنحسبوه 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كتعطينا الفا. دونك لعبنا 9 هنايا غادي نمشيو لعبو الانزيام هنايا، هذا سي الانزيام. كيما غادي تلاحظوا معايا ديما كنهبطوا بلا تيرس. لا تيرس تاع الدو هي المي، كتعطينا النافيام ب 400 ماشي 400 درهم، واحد جوج ثلاثة أربعة. غادي نمشيو لا تيرس تاع المي هي الصول، عطاتنا الدو أونزيام.
كيف ما لاحظتوا معايا سامبل. دابا غادي نشوفوا اشنا هو التريزيام. الو غادي نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عطانا الله دونك سي لا ميم شوز. هنا لعبنا انا كور تريزيام. تقدروا لعبونا. كيف ما لاحظتوا معايا هاد لي زاكور لعبناهم في ماجور سات. اش بان لكم الى لعبناهم في ساتيام اوليو لعبوهم في ماجور سات؟ غادي نلعبوهم في ساتيام. لا تيرس اوليو ماجور سات غادي نلعبوها في هاد البوزيسيون. هنا لعبنا دو ساتيام ناف. اوكي نمشيو لأونزيام. الأونزيام قلنا كنمشيو هذا لاكور أونزيام ماجور سات حيت زايد عليها السي. غنهبطو السي بأن دومي طون باش تولي ساتيام. عطاتنا سول مينور سات. اوكي دابا نلعبو تريزيام. تريزيام قلنا كتزاد عليها الله. هضبطو بأن دومي طون سي. هاد لاكور كنستعملوه بزاف فاش كنبغيو نمشيو لفا. لاحظوا معايا كيف ما لاحظتوا معايا القضية سهلة. بيان سور سهل، غير هو خاصكم تعطيو راسكم شوية ديال الوقت وتخدموا بشوية عليكم، وبالأخص تعطيو الخاطر للموسيقى. راه الموسيقى كيخصها ولا بشوية الخاطر وبشوية بشوية بشوية وكل شيء إن شاء الله غادي تعلموا ليه. كنتمنى هاد الحلقة تكون عجباتكم وتكون استفدتوا معانا بزاف بزاف بزاف. وبيان سور ما تنساوش تدعمونا بلي جيم وبلي لايك. وبيان سور اللي عندو شي سؤال راني كنجاوب الأسئلة ديالكم، وبالأخص الأسئلة الكاملة اللي باقي ما جاوبتهمش راني جامعهم محتفظ بيهم وغادي يجي وقتهم إن شاء الله. عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي كنتمناكم تكونوا على خير وتشوفوا الحلقة القادمة إن شاء الله.